أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا أهديت أبي ساعة ثمينة ثم بعد وفاته أخذتها بعد إذن الورثة لأتصدق بها عن أبي بأن أبيعها وأعطي ثمنها للورثة، فهل يكون هذا من الرجوع في الهدية؟ نعم، أنك ما تأخذها ولا لا تأخذها، ولا بأس أنك ترث من ثمنها مثل ما يرث غيرك، الميراث لا بأس، أما أنك تأخذها تسحبها هذا من الرجوع في الهدية. نعم.